بنت اليوم كيف تيجي في الفور بالكبدة بنين وخفيف ويعمل 66 كيف وخاصة صحي. أيا نبدأ نحضره مع بعضنا. أول حاجة في طبق نحطه فلفل وطماطم وقرع وبطاطا والكل يكونوا مقصوصين كيف هكا، ونزيدوا معاهم الثوم على جنب وشوية زيت وندخلهم للفور حتى لين يطيبوا. وحتى الفريت باش نطيبه في الفور قصيت البطاطا هكا جويده فوحتها بالملح فلفل اكحل فلفل مهروش كليلو زعتر شويه كركم وشويه زيت ودخلتها للفور. وبالنسبه للكبده ناخذ المقله نحطوا فيها شويه زيت والكبده نفوحوها بشويه فاح نتاع دجاج ملح فلفل اكحل شويه كركم شويه فلفل مهروش شويه ثوم نخلطوهم بالبي ونخليوها حتى لين تطيب. وهذا تاو الكفتة يجي متاعنا بعد ما طاب في الفور باش نحطوه في صحفه ونزيدوا عليه عظمه ونقصوه كيف هكا. وبطبيعة نفوحه بشوية زيت زيتونة وشوية ملح وشوية كروية ونخلطه بالبي باش يدخل فيه اللفاحات. وهكا الكفتيجي متاعنا حضر. صدقوني ما نحكي لكم مش عالبنة خاصة صحي، جربوه وتفكروني وصحة وبشوي ليكم.